المهم نبدا ايثما سويثما. السلام عليكم اخواني اخواتي، السلام عليكم. اولا المهم السورة شوي سما زيخ، بعد ذلك السورة صداع عبث. المهم خمس جا وداني جن نقطة زوغ السورة الزوغ السوداء دبرات يثما يريفيان سد مازيف، بعد ذلك السورة صداع. المهم مخن زار نزار روخا مخن تباع دين مجموعة من الإخوان نزار وتحترم شي حرية الرأي، مش يقنا كيجي المرحلة تستدعي التضامن، يعني أنمون، في حين أن نزار بعض الإخوان وجي تنتقد وإنما دين تقن تخوين نيغ. المهم تظن أيثما سنظن ني يخدمن نيش انقاج المسألة رخا قنا جيج المرحلة دبرة تخصى توضيث مثنا كل شيء خاصة داقي أوروبا أننا قنا جيج المرحلة غيخصى نغنمون نشنين الحراك يسيد باش ذي حارب مظاهر الحقرة ذي القمع خلي ذي القمع جي الفكر ذي الرأي، وبالتالي نشنين يخصنا نحافظ في حرية الفكر حرية التعبير جانا، لأن ما رخص نحافظ جانا نشنين مو ذا سغاني نطالب زي زي ينضن نغ ندافع حرية التعبير. طبعا نشنين قاسم الحق إيث مثنا كل شي غاس نيرين الأفكار تري جميع الأفكار مخمد جا ذين يعني الحق دي حرية التعبير وحرية التفكير، ولكن وزمع أدي الشي الجنت سينا قانيش ما غاد جا الحقيقة، واني إذا يتخلف نقي الرأي انتقى ذي الخائن يقى ذينا، يعني شيخ سانغ أنركز خميذا نجمعن من حق جميع الأفكار جميع التصورات أتيري قي الواقع وغاصر حق أتيري قي الوجود دخس ندافع شين ندافع ندافع جميع الأفكار نإثمثنا باش الدفع الرين اثنين تصور نسن المستقبل الحراك مستقبل القضية النقارف، وبالتالي خليدي جمع غاص عصا موسى. إذن يخصنا أن نحترم يويا نركز خميذاني تهمان وخد تهمان القضية المعتقلين القضية من الحراك بصفة عامة تهمان القضية نعرف، لأن أحيانا ترين ذو مثل يمكن تختلفن، لأن ولكن وزما تختلفن خيج نحاجث أنثني يجمعنا أعرف يجمعنا القضايا المشتركة، وبالتالي شيات من تذفروخا قي الخلافات جانا انتش انتضعيف انتش الفرصة ارمخزن باش اذي تقوى خنا باش اغني انتاقم اذي انتاقم زيث مثنا نجان نقير حبس اذي انتاقم زيث مثنا قيارف، وبالتالي خساغة جم جميع الخلافات جانبا، لان اقنا قيجن الوقت لا مجال للوورنين إخوان، لا مجال للتخوين، لا مجال لإنذكورج أي واحد داري في غاصر حق أذي وش تصوري ناس أذي عباخ الآراء ناس أذي دافع خارف الطريقة نزار نتا، وبالتالي خلي ذيج مغاص الحقيقة المطلق. لهذا يخصنا نركز خميذا نجمع من كورشي باش إن شاء الله أن ننتصى قد نصف غيث مثنى أذيري أعرف غاسج المستقبل ذا سبحان إن شاء الله، لأن مختصن مكرشي يعيث مثنى يعرف قد عنان
دين إثما في النغط عنام دين الحصار دين إن في دين يوذان جيش الحقيقة وزمات فغان خلي جي الاحتجاجات وبالتالي خصنا شي قبر ما نسيور قبر ما نجي الخطوة خصنا تفكا جيث ما في نغني تعانان قنشي يعني الأغلب يعني الجندة جي أوروبا وتعانان شي غاصن الحقوق إنسان غاصن الناس يمكن هذه السور مخي خاص يمكن هذه فكا مخي خاص ولكن ذينا قندين يعرف لأن نشي رقن غاكي سندين نسن ما معنى الحالة الوضعية انت عيشنا يثمثنا جارف يعني تعيشنا يجن الوضعية الحصار يجن الوضعية القمع يجن الوضعية الإنسان يقوقي شارع يسحسا يعني قاس قد تبع النايد نيغ وزماع ذمونن يجن خمسة ستة نيغ سبعة يوذن وزماع ذن الجنة ذمونن بدا أكثر من ذلك ضوض بعض أن يدقبض خليا دي هذه السور ذماز يخف جينات ولكن طبعا ماشي كل شيء ولكن السواد غاكم مسألة الحصار الحصار نجان خايف مثلا وبالتالي شنين أتحمين السوار نتق أتحمي غان السور ذاق إخسا دائما أن فكاق خفنا غاقان غذين أقانا غيارف ما رقانا غيارف واش زماع أنين يوارا واش زماع أنين لهذا إخسانا أنح سل مرحلة المرحلة يعني ما يمكنش أدياس أز جابا مقران أثناش وحنجيا مزيان لا خسافني الجاد مغاد يقاك بالعربية لبس قد قدك يواتيك يعني يا حنجيا مزيان يخساف أسن غاز جاب أمزيان أتحمي غاي مغا أسن غاز جابا مقران وانشي ناقدين إثما في نغض وحراسن غاقي مخزنيين غاق البوليس ذو الحصار ذو القمع إثما في نغض تعانا نقير حبس نشنين نوذع داق وياويا ننتقي جنون الخطاب يعني يمكننا ذي ضر إثما في نغض لهذا شي قاسي خسان دافع يخسر النظو من ذاني جمعن من ذاني جمعن ومن حق إثما في نغض كوريج ذي عبا خلق رأي نفس طبعا نشنين يخسر أنيري واقعيين يخسر دائما أن تفكع جيث مثلا نجان جارف لهذا يخسر دقن فوز كفوز لأن ذين إث مثلا تعنن تعنن جار حبس تعنن جارف تعنن جينث عارف تقريبا إخوة إنث ذي المعاناة على جميع المستويات لهذا يخسر أن تفكع بطريقة عملية باش النظم ذا صغانق أن نساعد ديث مثلا نجان غير حبس يعني نجان يعرف بصفة عامة وتاكم التخوين ذا الانتقادات خلي ديج ما يوطد خس الوحي خلي ديج مغاص الحقيقة المطلقة نشنين كورشي جمع نقارف كورشي نخدم نضحى من أجل عارف وبالتالي وذين خلي ديج غاصر حق أذي أذي لحظ خوماس نيغا في خون الخوانة معروفين قاين أقاين قاربات غاصن المناصب غاصن الامتيازات غاصن الفيلات تطفن وجار الصغضن الصغضن تطفن دين عاشين الصغضن تصفاق نير مخزن أيثما السن تعانن قير حبس تعانن قارب ذيني جن الخوانة الحقيقيين أما ينيني يدقل مجهود تيزمع باش أدعونا نيتسمى السن يمكننا كيس نختلف يمكننا ديري دينا آراء مختلفة ولكن تغيما ذي ثمثنا آسن حقرة ثنين أتساعدن أيثما السن قير حبس كذلك أيثما السن يجن قارف وتستغلي الفرصة باش أنحية وجن تحية عالية أيثما ثنا غني دقن ذي زمان سواء ينيين المؤسسات ينيي نجمع دين عاشين يتسقاد دين عاشين العائلات المعتقلين كذلك ينيي ندكن دي زمان سن كوشي باش تخف المعاناة خيث من السن قارف تبرات نزوات سيوضغ ايث مثنق ويخسيك سنفكا مليح لأن جيجن الحقيقة خسي تسلم كخلي المخزن يدك الخطاطينس قايتك خلي الحسابات الوهمية يستهدف الديتات في داكيري فيا نيزو اثني دفع ايجن المواجهة نيغ ايجن نيناث باش هذي برر انت الاحكام القاسية يزو باش هذا ندفع ربما اما مستنقع من الدماء نيغ يزو
أدي حاول ما أمكن باش هذيك الصراعات جا إريفيا باش يتغيمن تا منتصر تغيمن إريفيا سواء عندك أوروبا خاصة عندك أوروبا تذا عندك وياويا رمخزن انت إيجي تنتصر. لهذا غم فوز كفوز أنركز خميدة نجمع نكوشي. هناك نقطة أخرى رخص ورخص تعرف باش الخطاب موجه لكل شيء باش السن من الجن. إخواني أخواتي حقيقة أريد أن أتحدث على موضوع مهم جدا وهو الآن الأخ ناصر الزفزافي دخل في إضراب عن الطعام يعني مدة اليوم مدة 11 يوما وكذلك باقي معتقلي الحراك الشعبي بالدار البيضاء. في الحقيقة يعني هذا الإضراب عن الطعام جاء بالدرجة الأولى لأن كانت هناك وعود لناصر الزفزافي لفك العزلة يعني لإنهاء الحبس أو الاعتقال الانفرادي وكذلك بتمتيعه بالحقوق التي يخولها له القانون ومن ضمنها بالإضافة إلى فك العزلة تمديد فترة ما يسمى بالاستراحة وكذلك الاتصال بالعائلة وكذلك إزالة القيود المتعلقة بالزيارة التي تفرض عليه أثناء الزيارة ومجموعة من الحقوق التي يتمتع بها السجين. لكن هذه الوعود لم تفي بها إدارة السجن مما دفع الأخ ناصر الزفزافي للدخول في الإضراب عن الطعام وكذلك باقي المعتقل. لكن السؤال المطروح لماذا ناصر الزفزافي وضع في زنزانة انفرادية لمدة تزيد عن 365 يوم؟ لماذا؟ هنا التساؤل. ولماذا كل ما حدث في الريف لنشطاء من اعتقال نشطاء الحراك الشعبي بالريف؟ لماذا التعذيب؟ ولماذا الإصرار على التعذيب النفسي من خلال الزنزانة الانفرادية ومن خلال حرمان المعتقلين من الحقوق؟ هنا التساؤل المطروح والإجابة على هذا التساؤل عكس ما جاء على لسان وكيل العام للملك بالدار البيضاء بأن السبب هو أن ناصر الزفزافي يقوم بإخراج التسجيلات الصوتية. هذا ليس مبرر على اعتبار أن حتى المواثيق الدولية المقرر الأممي المعني بالحقوق المعني بالتعذيب المقرر الأممي المعني بالتعذيب يؤكد بأن الحبس الانفرادي أو الاعتقال الانفرادي لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال 15 يوما حتى إذا قام ناصر الزفزافي بارتكاب مخالفة لقوانين السجن أو إلى غير ذلك فإنه لا يمكن أن تتجاوز الحبس أو الاعتقال الانفرادي مدة 15 يوما. لكن يبدو أن إدارة السجن تتلقى تعليمات من جهات أخرى أعلى درجة تهدف من خلال هذا الحبس والاستمرار في الحبس الانفرادي الذي يعتبر تعذيب ممنهج ومستمر لناصر الزفزافي تهدف من خلال ذلك إلى الانتقام من ناصر الزفزافي والإضرار به نفسيا وعقليا وكذلك الانتقام من باقي المعتقلين الذين أحيانا يستفزون من خلال حرمانهم من حقوقهم المشروعة. لكن هذا الانتقام لماذا؟ لأن ناصر الزفزافي من خلال الحراك الشعبي بالريف أعطى قدوة أعطى نموذج لباقي المناطق الأخرى. ولماذا بالضبط هذا الإصرار على الانتقام من ناصر الزفزافي ومن باقي المعتقلين معتقلي الحراك الشعبي بالريف؟ لأنهم عروا أزاحوا ورق التوت عن ما يسمى بالدراغولا السلطة مصاصي دماء الشعب. نعم أقولها وأؤكد عليها لأن
المخزن بالمفهوم التقليدي وما يحوم حوله من الدكاكين السياسية، كان قد خطط لتدجين كل المؤسسات ولتدجين ما يسمى بالأحزاب السياسية ولتدجين هيئة المجتمع المدني ولتدجين الشعب. وهذا يتجلى، باش نفهموا هذه الوضعية خصنا نرجعوا شوية اللور. المخزن عمل على تفريغ فرخهم الأحزاب السياسية. هناك شي واحد كيعيط لي باش يزعجني، انا كنطلب ما يتصل بيا حتى شي واحد دابا تنسال. هناك لان ربما هاد النقطه هذه راه هذه هي مكامن الخلل، مكامن الازمه، او ما نقاصنش ني ذا حبوث المخزن يده تن ذاك مغاين يغلو. المخزن التقليدي ظن بانه صافي دجنا، فرخ الأحزاب السياسية التي كانت تأتمر بأمره، وفي بعض الحالات كان يعين حتى أمينها العام، ونذكرها مثل الحزب الدستوري وحزب الأحرار وإلى غير ذلك. وعمل على تدجين ما يسمى بالأحزاب الكتلة الديمقراطية مثل الاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكية إلى غير ذلك من الأحزاب التي كانت تطالب في وقت ما ب ب ب ب بالجمعية التأسيسية للدستور، وكانت تطالب بالديمقراطية في إطار ملكية برلمانية. مخطط المخزن نجح في تدجين هذه الأحزاب التي كانت يرى فيها خطر، لأنها كانت تطالب مطالب متقدمة، كانت تطالب بالجمعية التأسيسية لإنشاء حزب لصياغة دستور ديمقراطي يعكس إرادة الشعب. قام بتدجين هذه الأحزاب السياسية من خلال إقحامها في ما يسمى بحكومة التناوب في أواخر التسعينات. فاشتغلوا مع رمز الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب، وهو إدريس البصري. ثم بعد ذلك عمل على لم الشتات، على لم جميع الانتهازيين في حزب واحد، وخلق ما يسمى بحركة الحركة من الكل الديمقراطيين التي أسسها صديق الملك. فاستطاع الجمع وخلط اليمين من اليسار ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وحتى المناضلين الذين دخلوا السجون، لأن مؤسس هذه الحركة كان صديق الملك، فتحول إلى حزب سياسي وهو حزب الأصالة والمعاصرة. فكل الخبزيين جمع بين كل الخبزيين والانتهازيين من مختلف الأطياف، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى 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 اليسار الراديكالي، إلى حتى المناضلين اليساريين الذين قدموا تضحيات، ونجدهم الآن يدافعون عن المنظومة التقليدية. بعد كل هذا ظن المخزن بأن الأمر مستتب، وأنه لا يمكن لهذا الشعب أن يتحرك، ولا يمكن لهذا الشعب أن تقوم له قائمة، فعمل على إضعاف الشعب من خلال التجهيل. وهذا يتجلى من خلال أن أكثر من هناك ما يسمى بالهدر المدرسي، هناك أكثر من 650 ألف طفل لا يستطيع الولوج إلى 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 المدارس، هناك المغادرة للمدارس، هناك الفقر والجهل، وهناك قطاع الصحة المتدهور، والذي وخير دليل أن المغرب احتل المرتبة 123 في مجال التنمية البشرية على المستوى الدولي. وقام بتفكير الشعب وتجهيله فئات عريضة من الشعب، لا نتحدث عن الفئات التي تستفيد من الوضعية. وانتشر الإجرام في معظم المدن،
بحيث أن الشخص لا يستطيع الخروج في 12 ليلا. بعض الأحياء، معظم الأحياء نجدها في المدن، بحيث أن المرأة وحتى الرجل، يعني الرجل لا يستطيع الخروج في 12 ليلا. بناء سجون جديدة، كل هذا خلق نوع وتشجيع ثقافة الميوعة وثقافة العنف وحتى الحوار العنيف. وهذا يتجلى أنه مجرد جولة في الأسواق أو في المدن تجد نوع من العنف، العنف اللفظي، العنف يعني العنف أصبح الأساس في التعامل بين أفراد المجتمع. والسبب، وهذا بشكل ممنهج لجعل الشعب يبتعد عن المطالبة بحقوقه. بين كل هذا الذي خطط له المخزن بالمفهوم التقليدي، المنظومة الفاسدة التي تمتص دم الشعب المغربي من خلال نهب خيراته واحتكار ثرواته، ومن خلال الفساد الإداري والسياسي، في خضم هذا كان يظن المخزن بالمفهوم التقليدي النظام السياسي الحاكم وما يحوم حوله بأنه لن تظهر هناك يعني حركة شعبية تطالب بحقوق وتطالب بالكرامة وتطالب بحقوقها المشروعة في هذا الوطن. فخرج الحراك الشعبي بالريف، خرج الحراك الشعبي بالريف الذي أعطى قدوة لجميع المناطق الأخرى وللفئات العريضة من الشعب المغربي التي حوالي 20 مليون من الشعب المغربي عازفة عن العمل السياسي، عازفة عن العمل السياسي لميوعته ولفساده ولعدم قدرته على الإنتاج وعلى خدمة المواطن والدفاع عن مصالح وحقوق المواطنين، خاصة أن الأحزاب السياسية معظمها فاسد. وهذا يتجلى بأن معظم مجموعة من القيادات الحزبية لديها العشرات المئات بل الآلاف من الهكتارات، بالإضافة إلى الامتيازات التي توزع عليهم مقابل السكوت. وبالتالي فإن المخزن المنظوم النظام الحاكم رأى في هذا الحراك الشعبي بالريف وهذا الالتفاف الجماهيري الكبير، رأى فيه خطرا على منظومته الفاسدة، خطرا لأنها ستعتبر قدوة لباقي المناطق. وهذا يتجلى كذلك من خلال الحراك الذي انتقل إلى جرادة وكيفية التعامل معه. لهذا نقول بأن السبب الحقيقي هذا هو ما يبرر الانتقام من ناصر الزفزافي، هذا هو ما يبرر الحبس الانفرادي لمدة 366 يوم، هذا هو ما يبرر الأحكام القاسية التي تصدر لحد الآن في الحسيمة، وهذا ما يبرر محاولة الانتقام من الريف ككل لكسر عزة النفس التي يتميز بها منطقة الريف، ولكسر الإرادة، إرادة ساكنة في المنطقة، إرادة الحراك الشعبي بالريف في الدفاع وانتزاع حقوقه المشروعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوقه المشروعة. إذن هنا يجب فهم هذه الحقيقة، هذه هي الحقيقة، أن النظام السياسي ينتقم من نشطاء الحراك الشعبي بالريف. وبالتالي فإن وضعية المعتقلين كما بدأ الحراك في بداية في أول، كما تعاطفت جميع المناطق المغربية مع إخواننا وأهلنا في الريف، يجب أن يستمر هذا التعاطف، يجب أن يستمر هذا النضال، يجب أن يستمر هذا النضال وفي المناطق الأخرى
كيف يعقل أن البلاد تحتوي على خيرات كبيرة؟ هناك الذهب الذي يهرب إلى الخارج، إلى الإمارات، مغلف بالنحاس، 5 أطنان من الذهب، وهذه التي اكتشفت، 5 ملايير مداخل الفوسفات سنويا، الثروة السمكية، ثروة المعادن من الفضة، خيرات البلاد، أين تذهب؟ أين تذهب؟ تذهب إلى جيوب، إلى جيوب، إلى جيوب الفاسدين، وتهرب إلى الخارج في حين أن الشعب يعاني. كان على الأقل في دول التي تحترم نفسها، كان هذا الملف الذي ملف محسن فكري وطريقة مقتله بتلك الطريقة البشعة في الدول الديمقراطية التي تحتوى الحكومات الديمقراطية التي تحترم نفسها وتحترم الشعب، كان على الوزير الوصي وزير الصيد البحري أن يقدم استقالة، كان على أخ النوج أن يقدم استقالته كأضعف الإيمان، لأنه يتحمل المسؤولية فيما حدث، يتحمل مسؤولية مباشرة. كذلك أنه للأسف أنه تحدث أحداث بين الفينة والأخرى مآسي لهذا الشعب، وأحيانا نستفز عندما نقوم بجولة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب وفي كذلك التي تنقل المستجدات، نرى أن النظام السياسي وكذلك الحكومة التي لا حول لها ولا قوة طبعا هي مجرد بيادق ونعرف، وكذلك حتى الانتهازيين لا يحركون ساكنا. توفي 15 امرأة توفيت وكأنهم أغنام، توفوا من أجل كيلوغرام، بعض الكيلوغرامات، جوز الكيلو السكر وعشرة كيلو الطحين، لم يحرك أحدا ساكنا، لم يقدم أي وزير استقالته، فقط نخرج نتكلف بالجنازة، مصاريف الجنازة، كم المصاريف الجنازة؟ واش بقى شي واحد بلا ما يتدفن؟ صافي كي ينتظروا الشعب غادي يموت، صافي نتكلفوا غاموتوا انتم، احنا ندفنوكم. كان ما حدث من وفاة 15 امرأة في دولة ديمقراطية كانت الحكومة ستقدم استقالتها، ورئيس الدولة يجب أن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، يتحمل مسؤوليته. كذلك رأينا مشهد مقزز مستفز، رجل مسن في سيدي سليمان يخرج منه الدود، تنهشه الديدان في الشارع العام، ولم يجدوا حتى سيارة الإسعاف لإنقاله لنقله إلى المستشفى، بل أكثر من ذلك ألقي القبض على الشخص الذي قام بالتصوير، الشخص الذي صور أدخلوه السجن، والشيخ توفي، سمعنا بأنه توفي، لم يتحدث عنهم أي أحد. ما هذا أي هذا؟ وكأننا نحن أغنام في حين أن بلد فيه الخيرات وفيه الـ يعني الخيرات الكثيرة، من حق المواطنين سواء في منطقة الريف أو في المناطق الأخرى أن يعيشوا بكرامة. عصر العبودية ولا هناك أكثر من ذلك دليل على هذا، أن هناك تحكمنا قوانين ترجع إلى 1919، ظهير الجماعة السلالية، عباد الله، يعني قرن وما زال هناك قانون ظهير الجماعة السلالية الذي أنشأه وأصدره المستعمر الفرنسي سنة 1919 للسيطرة على مراكز القوة للقبائل وللمناطق القروية التي ظلت تقاوم المستعمر إلى غاية 1934 لحرمانها من مصدر القوة وهي الأرض،
نجد أن هذا القانون ما زال ساري المفعول ويستغل بنفس الطريقة للاستحواذ على أراضي الجماعات السلالية. فهناك أراضي الذين يستفيدون من أراضي الجماعات السلالية حوالي 10 ملايين، كلهم يعيشون وضعية الفقر. يتم الاستحواذ على هذه الأراضي عن طريق الصفقات المشبوهة، عن طريق الفساد، كما أنه يتم تنصيب نواب الجماعة السلالية من الأميين والجهلة لكي يتم السيطرة عليهم وتمرير الصفقات والاستحواذ على الأراضي. هذه هي الحقيقة. لا يريدون للشعب أن يطالب بحقوقه، وهذا ما يبرر هذا الانتقام من إخواننا في الريف، لأن يتميزون بعزة النفس ولديهم تاريخ مشرف في مقاومة الاستبداد وجميع مظاهر الحقرة ومظاهر الاستعباد. يا سبحان الله، نجد أن الشعب عندما يتعلق الأمر بإنسان، مثلا رأينا نموذج أن إنسان كان يفطر في السيارة، ربما كان مريض، فهجم عليه الشعب بكامله وطاردوه وكذا. وكذلك الطالبة التي رأيناها كانت تقوم بإجراء بحث فتم الهجوم عليها بشكل وحشي، في حين لماذا لم نستفز بذلك الشخص، ذلك الشيخ الذي وجد في بن سليمان في الشارع العام تنهشه الديدان؟ أفقدنا الحس الإنساني لهذا الدرجة، لدرجة أصبح الإنسان يموت أكثر، يعني ليست لديه القيمة مثل الكلب؟ للأسف أنه نتألم عندما نجد مثل هذه المشاهد ومثل هذه المآسي. ولهذا أقول بأن لجميع المغاربة الأحرار، لا تعولوا على الدكاكين السياسية والأحزاب السياسية، إنها انتهازية، في معظمها انتهازية، غايتهم مراكمة الثروات وتضخيم الحسابات البنكية وتسويق الأوهام بين فينة وأخرى، أصبحت دورها مثل المواسم، مواسم الانتخابات، لترويج الخرافات وشراء الدمم. للأسف أنه كيف يعقل أنه حتى عندما نتحدث لدينا برلمان، لدينا حكومة، لدينا، لم يتجرأ وزير طيلة هذه المدة من إعطاء ولو موقف صريح مما يحدث في الريف. وهذا ما يؤكد بأن هناك جهة فوق الحكومة تقف وراء كل ما يحدث في منطقة الريف ومن اعتقال الإخوان. هناك وزراء كانوا يسألون عن ما يحدث في الريف لا يستطيعون الحديث، لا يستطيعون الإعطاء حتى الموقف. وزراء اجتمعوا بطلب من وزير الداخلية، بمعنى أن هناك وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني ينفذون مخطط تجاه الريف. للأسف أننا نحن نعيش في القرن 21 ويريدون منا أن نعيش عبيد، يريد منا أن نصمت، يريد منا أن نعاني في صمت، يريد من الشعب يعاني مع التعليم، مع الصحة، مع العلم، أن الدولة التي لا توفر هذه المقومات الأساسية ليست بدولة. نحن أبناؤنا نصرف عليهم من أموالنا، نصرف، يعني معظم المغاربة يصرفون على الأبناء في التعليم، ليس هناك، نظرا لكون التعليم العمومي ليس لديه أي جودة، نظرا لكون التعليم العمومي يكاد ينهار، في حين أنه يجب أن يكون التعليم إجباريا وفي الظروف الملائمة. لكن للأسف أنه الشعب يدفع ثمن الإفساد وهيمنة والإفساد والفساد وثقافة عفى الله عما سلف، والملايير التي نهبت من صندوق التقاعد
وصندوق الضمان الاجتماعي والقرض الفلاحي وشركة كومانار والأموال التي تهرب بالملايير. وبالتالي نطلب من الشعب أن يؤدي الثمن عن طريق رفع الدعم عن المواد الأساسية، عن طريق تخفيض ميزانية التعليم وتخفيض ميزانية الصحة. للأسف، لهذا نقول بأن إخواننا في السجون، هم إخوانكم جميعا، ومسؤولية إخراج المعتقلين معتقلي الحراك في من السجون مسؤولية جميع المغاربة الأحرار. وهذه الراية التي ورائي ليست راية انفصال، هي راية المقاومة، هي راية المقاومة والانتصار على مظاهر الاستبداد والاستعباد والاستعمار. ويمكن أن ترفع في جميع المناطق، مناطق المغربية الأخرى. لهذا نحن نعيش في القرن 21. من حقنا، من حق إخواننا في منطقة الريف، ومن حق المناطق الأخرى أن تستفيد من خيراته، أن تستفيد من الثروات، وأن تعيش في دولة الحق والقانون. أنا عندما أتحدث فأنا رجل قانون، لدي 15 سنة في مهنة المحاماة، وأعرف جيدا الإدارة المغربية، وأعرف جيدا القضاء المغربي، وأعرف جيدا خبايا الأمور، ولا يمكن أبدا أن أسكت عن ذلك. وهذا هو السبب الذي جعلني يعني عدم السكوت عن، لا يمكن أن نسكت عن ذلك. هناك الفساد ينخر معظم الأجهزة، وأقولها وأتحمل كامل مسؤوليتها. الفساد ينخر القضاء، ينخر الضابط القضائية، ينخر الإدارة العمومية. هناك المحسوبية والزبونية تنخر البلاد. هناك غياب لمقومات الحقيقية لدولة الحق والقانون. هناك ثقافة لما عنده سيده عنده لله. هناك الوسطاء والسماصرة في معظم القطاعات، في قطاع العدل. هناك الفساد حتى في قطاع الطب. وعندما أتحدث أعي ما أقول. إذن كفى، كفى ثم كفى. وبالتالي هذه المبررات التي تسوقها الحكومة والنظام السياسي للقول بأن هؤلاء انفصاليين ويخدمون أجندة خارجية، أبدا. هذا هو السبب الحقيقي الذي يقف وراء اعتقال نشطاء الحراك الشعبي وهذا الحصار لمنطقة الريف. هناك أشخاص يستفيدون من اقتصاد الريع، هناك أشخاص يستفيدون من الرخص والامتيازات في الصيد في أعالي البحار مقابل السكوت وغض الطرف عن الفساد في الصفقات الكبيرة. لهذا نقول بأن من حق الشعب أن يدافع عن حقوقه، من حق الشعب أن ينتفض ضد هذا الحجرة وضد هذا النهب خيرات البلاد وضد هذه المنظومة الفاسدة التي تريد أن تستعبد الشعب. ونحن نقارن بين الدولة، وهنا يمكن الإنسان أن يخرج في الثالثة والثانية والواحدة صباحا ولا تجد حتى لآثار للقوى العمومية ولا حتى للشرطة. الشرطة لا تتدخل إلا في حالة وقوع جريمة معينة، تحس بأن يعني دولة الحق والقانون.
للأسف. وهذا طبعا يعني نقول بأن مسؤولية أخونا ناصر الزفزافي دخل في إضراب عن الطعام، واليوم 11 يوما من الإضراب عن الطعام. طبعا المسؤولية السياسية، المسؤولية يتحملها النظام السياسي المغربي، يريد إسكات الأصوات الحرة، وهناك أشخاص حكموا على التدوينات، هناك استغلال بشع لقانون الإرهاب من أجل إلصاق التهم ببعض المناضلين الذين لا يريدون السكوت والذين ينتقدون، تم إلصاق لهم تهم الإرهاب وحكموا وأدينوا لمجرد أنهم ينتقدون ويفضحون مظاهر الفساد والاستبداد التي تنخر البلاد. لهذا نقول بأن ما حدث في كذلك يجب أن نستحضر إخواننا الأمازيغ في إميضير الذين دخلوا في اعتصام لمدة تزيد عن 6 سنوات، أطول اعتصام في التاريخ، ولا نبالي يعتصمون ويحتجون من أجل فقط المياه الصالحة للشرب، لكون هناك مقلع تابع لأونا يستحوذ ويستنزف الفرشات المائية في منجم الفضة. 6 سنوات وهم يحتجون يعتصمون في الجبال، في جبال إميضير بتنغير، حيث توجد أفقر المناطق المغربية، حيث الناس تعيش في الكهوف. نعم في الكهوف، وقد اطلعت عليها، في الكهوف. نعم، لهذا أقول بأن من واجب الشعب، من واجبنا جميعا أن ندافع عن إخواننا في المتواجدين في السجون، الأحرار المتواجدين في السجون. من حقنا أن ندافع عنهم، لأنهم ضحوا من أجلنا، ضحوا من أجل كذلك الشخص الذي لكي لا تتكرر تلك الحالات الموجودة في الشوارع، ضحوا من أجل الكرامة، فضلوا عدم السكوت عن الظلم وعن الفساد وعن عن 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 القهر الذي تعيش فيه فئات عريضة من الشعب. وفي هذا الإطار أحيي المقاطعين التي أثبتت، يعني هذه المقاطعة التي أثبتت نجاعتها، وأثبتت بأن الشعب قادر على الإبداع في مقاومة الظلم والاستبداد والاستعباد. لهذا أؤكد على هذه النقطة، أؤكد عليها وأسطر عليها وألح، بأنه إذا تم الإجهاز والقضاء على الحراك الشعبي بالريف، فإنه لن يستطيع أي أحد من مختلف الفئات الشعبية من الدفاع والخروج للدفاع عن حقوقه، وسيكون هزيمة لكل مكونات الشعب، لكل مكونات الشعب، لأن نعلم أن 20 مليون من الشعب المغربي غير ممثلة لا في الحكومة ولا في البرلمان، ولا يمثلها أحد. 20 مليون في المقابل 5 ملايين. 5 ملايين طبعا إذا استثنينا الذين يصوتون بأغلب، هناك انتهازيين، هناك من يصوت مقابل 200 درهم أو 100 درهم، وهناك من يصوت غرر به إلى غير ذلك. لهذا الحراك الشعبي بالريف يمثل 20 مليون
20 مليون، ومن حقنا جميعا أن ندافع عن إخواننا في السجون، وفي وندافع عن كذلك عن منطقة الريف وعن جرادة وعن الجنوب وعن جميع المناطق. لهذا هنا أنتهي، وشكرا لكم وتحية نضالية، هذا ما أريد أن أقوله اليوم، وشكرا لكم.